إذن مشاهدي قناة شوف تيفي، تحية للجميع مشاهدينا مباشرة من ضواحي قلعة سراغنة، وبالضبط من دوار زحاحفة جماعة سيد الحطاب قيادة بني عامر. مشاهدينا اليوم معنا العائلة ديال الساجين اللي كيتهمهم أنهم حرموه من الأرض أو من الإرث من بعد ما دوز 26 سنة ديال السجن. تيقول أنه خرج من السجن ولقى أولاد العم ديالو اللي خداو له الأرض ديال الأب ديالو. اليوم احنا عند العائلة ديالو اللي اتصلوا بنا على حق الرد اللي خولوا لهم القانون، يعني غيحكيوا لنا تفاصيل هاد الواقعة وهاد التهمة اللي تيقول ابن العم ديالهم اللي كما قلت مشاهدي قناة شوف تيفي تيقول أنه دوز 26 سنة ديال السجن. اليوم هاد العائلة ديالو أولاد عمو غادي يقولنا شنو هي الحقيقة ديال هاد الأرض ديال الأب ديال السجين. تفضل معنا سيدي أنت مباشرة على قناة شوف تيفي. ليلة أمس كان ابن العم ديالكم اللي كان كيقول دوز 26 سنة ديال الحبس وكيتهمكم بأنكم خديتوا له الأرض ديال الأب ديالو، شنو هي الحقيقة؟ تفضل سيدي. نعم سيدي، الحقيقة ديال سيدي السيد جا لعندنا كيبحث على البلاد الاصليه ديال المبيوعه بعدا هي الاولى. نعم. كيقول لكم ما عندكمش الكتب عليها، وحنا عندنا الكتب ديالها، الاديل ديالها هو هذا، هو الكتب ديالها كان مزور هو هذا، كان حقيقي هو هذا. دابا حنا السيد سيدي كيحقرنا وكيتهمنا يهددنا بالسلاح الابيض نقتل، واخا يعطيكم المخزن نخلع عليه الدم نقتل ولا نموت. دابا السيد عطينا البلاد ديالو اللي كان خاينا بواه، كان كنا كاين مع بواه عطيناها هذه سلمنا لي قال لي ها بلادك، وهذه البلاد راه حنا اللي مقلعها مخلينا بوانا، مقلعها بوانا مخلينا بوانا ديال المشروع. ودابا هاد السيد كيتهمنا بالقتل وكيتهمنا بأي ما كايناش. قلنا له ودي السيد عاد المخزن، عطاها لك المخزن، لا راجع لا مرجوع فيها، الله ينيك بها سيد عاد المخزن. قال لك واخا يعطيكم المخزن نقتل عليهم نموت. على عند ديال المشروع، على عند ديال المشروع. واش هادشي ماشي مع حق؟ واش السيد خارج من الحد اللي قبلنا حنا؟ ماشي معقول. عطيناه الارض ديالو اللي خلينا باه، عطيناه هادي سلمنا لي قلنا وداها بلادك، هادي راه ديالنا حنا، ما ديالكش انت، وبغا يدي ديالو ديال الناس. ماشي معقول هاد السيد. ودابا كيتهم خويا، خويا فلاح، حنا كيدير الدلاع، كيدير البطيخ، كيدير الزيتون، كيدير الفصاق، كيدير جلبانه، فلاح حنايا، وكيتهموا بهذا الشيء ديال التهريب. ماشي معقول هادشي، راه ما تعطاش ماشي ممكن هاد السيد اللي كيدير معنا هادشي. هو يا مجرم داير اجرمه، مشى عليه للحبس، وحنا اش ذنبنا؟ ودابا داير عنده